الشكل اللي السكينة كان من الإزاز والحجر الصلب والصخور اللي بتكون حادة عشان تكون مناسبة في تقطيع الأشياء زي الخضار واللحوم. وفي العصور القديمة كانت السكاكين بتتصنع من البرونز والحديد بس في إيد خشب، وبعد كده طوروا صناعتها فبقت من المعدن ودخلوا فيها الفضة والذهب لحد ما وصلت لشكلها دلوقتي.